أحط الغداء يا أبو سند؟ ما هو الحين يا أبو سند، أبو جراح ما جاء. الوقت تأخر. ما له عادي يتأخر. وين راح هذا؟ الغايب حشته معاه. اتغدى أنت وأبو جراح، نخلي له غداء لين يرجع. خير إن شاء الله أبو سند. سند وين؟ سند راسه يوجع ونايم. ما يشوف شر ان شاء الله. تدريني يا ام سند، حطي غداء. طيب. نطلع لا تشوفوني نلتقي في بيتنا. مارين بالصدفة. طال عمرك يا الله الوجيه. قلبي معك يا عم ابو سند. سلامة قلبك يا ولدي، خير ان شاء الله. يا عمي انا قلقان عليك من موضوع هذا ابو مشعب. يا حليلك يا ناصر، انت للحين تفكر بابو مشعب؟ لا افكر. انسى الموضوع، انسى يا ولدي. انسى الموضوع؟ حصل شيء؟ الله، تقدر تقول يا ولدي بعض المناوشات. مناوشات؟ ماني فاهم يا عم ابو سند. ابو مشعب قاعد يلعب معي لعبه، يا ريتها لعبه واحده. العاب يا ولدي، العاب. يعني شلون يا عمي؟ الحرامي ذا يبي يستفزني، يبيني اقلق على ثروتي ومالي، ويتابعني وين انا مخبي الثروه. يا عم ابو سند، انت لو تريحني وتريح نفسك وتطيع شوري. وشو شورك ولدي؟ شوري يا عمي انا وانت وسند وكل شباب القريه، نروح نمسك ابو مشعاب تخلص منه. ناصر يا ولدي، ذا حرامي ذا مو بسهل. هذا ابو مشعاب يعني معقوله يعني راح نشوف مثلا امسك بحراسه في بيتك الليله؟ ما ندري باي ليله يجي. باذن الله تعالى موضوع ابو مشعاب ذا مقدور عليه وبدون ما نزعج احد. خلنا الحين من ابو مشعاب وموضوع ابو مشعاب. قول لي وش سويت في المزرعه؟ شفتوا يا اخواني اجر الصبر؟ شفتوا شلون الله سبحانه وتعالى ينعم على عبده بالصبر؟ الصبر نعمة من الله. الصبر يا اخواني ما يمكن ابدا انه يكون صفة الا من صفات المسلمين المؤمنين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: لما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا رب من عبادك الصابرين، واجعلنا يا رب من عبادك الذين رضيت عليهم ورضيت عنهم ورضي عنهم برضاك عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من الصابرين المأجورين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول يا أبو سند. سمي أخوي. أقول يا أخوي، الديرة بغت أهلها ترى. وش تقصد يا أبو جراح؟ أقصد إني اشتقت لعيالي ودي أشوفهم يا أخوي. والله عاد هذه يا أبو جراح معك حق فيها، ما أقدر أقول شيء. أنا يا أبو سند ما الله وفقني واشفى صدري ووليلي في أبو مشعب، ولا قدرت أسترد حلالي، وأخاف من أخوك إني إني أموت وأنا ما شفت عيالي. بعد عمر طويل إن شاء الله، الله يكتب لك إن شاء الله الصحة والعافية، وإن شاء الله بتروح لأهلك ولعيالك وتشوفهم وتستانس فيهم، وصدقني كل اللي بيصير معك ذا إن شاء الله بيكون مجرد ذكريات. لا يا أبو سند، لا لا، ما بتصير ذكريات أبد، ما بتصير ذكريات. ترى يا أخوي الدنيا ما تسوى، ومن عافاك أغناك ون أخوك. عاد أبيك الحين ترخص لي. أبدا أبد أبد يا أبو جراح، ما تروح أبد، تقعد يا أخوي معنا إن شاء الله كم يوم نستانس، ما شبعنا منك يا أخوي، وإن شاء الله بإذن الله لاحق على أهلك. يعني ما في جدال يا أبو سند؟ إيه أبد ما في جدال أبد، خلنا نشبع منك يا أبو جراح، أخ عزيز وغالي. وش الرسالة اللي معك؟ فك انت حق مات انت؟ بس خلاص خلاص، انا اللي بذبها. ذبها. عندهم جوارب حواجب كذا، كذا زي المظلات، وعيونهم حمر حمر زي القشطة. خلي حقهم، خلي حقهم، انت بجراح قبل عقب، خلي الحال، خلي الحال. شوف شو شاهد، خلي الحال، شوف شو انا اشوف. وش 15؟ وش وش فلوس يا بجراح؟ يا الله يا الله يا اخوي، ما بقعد عندك يا اخوي، محلك يخوف. ايش يخوف يا بجراح؟ هذا المجرم ما فيه اعصاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع شو يقول. يقول لك الليلة سابت عندك، كنا على يقين بأن لصبري حدود، وأن ثروتك تبي تسير ملكي. فيش هذه خلال أيام، أعرف أعرف الخطة، مهما مهما شفت، مهما ذي شفت المد هذا حق الهاء، شفت الهمزة ما حط الهمزة، مهما تكتب الهمزة لا ألف طويلة ما هي معروفة، مهما تفننت في إخفائها. التوقيع أبو مشعب. أبو مشعب خطة أعرفه. أبو مشعب مثل ما سوى فيني، مثل ما سوى فيني سوى فيك. لا حقيقة أعرفه أنا. تعرف أعرفه من إيش؟ من مهما هذه. من مهما مهما هذه زي مكتبها في كل الرسائل.
سايل. جاتك مهمة؟ مهمة معناته ثروتك الله يخلق عليك فيها. لا إله إلا الله. أحسن الله عزاك الثروة. لا إله إلا الله. خلاص مهمة خلاص. جايني للسوق؟ نعم. لا إله إلا الله. نعم ما عاد بجلس عندك يا أخي. شو أسوي يا أخوي؟ ذبحتني يا أخوي. شو أسوي يا أخوي؟ كل ما أجلس تحذفون علينا حصل فرسان. شفتهم أنت؟ شفتهم؟ شفتهم. ما سمعت الضوضاء انت؟ ايش ضوضاء قلتها؟ ضوضاء انتفل انت جاي والله هديك. ايه وانت تعلق في ذنك مشى والناس تحذف عليك رسائل. شو اسوي؟ شو اسوي يا ابو جهل؟ قلت لك من يوم كتب مهما ايه ادرى انك رحت وطيا خلاص. اي لا اله الا الله. اسمع يا ناصر انا ابوك. سمي ابا. ترانا صبرنا وصبرنا طويل وهالحين مالك علم. والخير كثير والحمد لله. ومشروعك مع أبو سند نجح والحمد لله. أنت وعدتنا وقلتنا بعد نجاح المشروع اتفكر في الزواج. وهذا أنا عنده وعد يمه. يعني خلاص أنت وكل على الله ونخطب لك بنت الحلال. ما هو الأول نعرف بنت الحلال من هي يا يبا. هذه وأنا أبوك معك حق. يبي لنا نشير ونشاور. بنت أبو سعود ما تلقى أحسن منها. بنت أبو سعود؟ وش فيها؟ جمال وأخلاق وأدب. ونعم فيها وبهلها، لكن هي يعني تبيتن شوي على ناصر. ما هي كبيرة من سن ناصر. أنت في ذهنك وأنا أبوك واحد معينة؟ تكلم يا ناصر وش فيك؟ وش تبيني أقول يا أبا؟ يعني حاطن عينك على واحدة من بنات القرية هون أبوك؟ والله يا أبوي أنا أشوف كل بنات القرية مثل أخواتي. كل بنات القرية مثل أخواتك ما يخالف، لكن يمكنك حاطن عينك على أحد ولا سبحان الله ولا ودك تناسب أحد. يا وليدي لا تستحي، أنت اللي تتجوز مو بحنا. علمنا قل لنا ما غير أنا وأمك. حقيقة يا أبوي أنا ما فكرت في الزواج قبل كذا، وما في واحدة معينة في راسي، لكن اللي تختارونها وتكون كويسة ومناسبة أنا ما عندي مانع. لو تسمعون كلامي وتخطبون بنت أبو سعود كان عينا خير. يا بنت الحلال خليه يقرر وخليه يفكر وخليه يشوف اللي هو يبي، حنا ما يهمنا إلا سعادته. ها وش قلت يا وليدي؟ والله يا ابو جراح الليله ما اشوف احد جاء ولا واحد فيهم وصل. ابو جراح اخوي. هلا. نعم وراك سامي يا ابو سند. اقول لك الليله ما جاء احد، الظهر ما حد وصل منهم ابد. اي لا يجون ان شاء الله، يجون ما يتاخرون، يعني هذا وقتهم ان شاء الله يجون ان شاء الله ان شاء الله. سلامتك اخوي، ايش فيك انت توجس وتفكر وحاتك حاله؟ والله ما ادري وش اقول يا اخوي، حقيقه انا بديت اتشاعب. افا تتشعب من رسائل ابو مشعب يا اخوي ابو سند. انت لين الحين تفكر في الرسائل يا اخوي؟ انا خايف عليك وعلى حلالك. افا عليك ابو جراح، تخاف علي من واحد جبان مثل ابو مشعب؟ ايه بلاك يا ابو سند ما تعرف ابو مشعب. سألني انا تجربتي معاه هي اللي تخليني اقول لك كذا. ما يهمك يا ابو جراح، ما عنده سالفه. كيف؟ ما يقدر يوصل لمكان الحلال والمال لو يلمس السحاب. أرجوك يا أبو سند لا تستهين فيه، صحيح أنت ماهر بالسيف بس لا تستهين فيه، ترى بيوصل لحلالك. ما يخسر له يا أخوي، أنا عندي ضربة سيف الحمد لله. ضربة سيف يا أبو سند كثر منها. أقول يا أبو سند سم. أقول يا أخوي أنت يا أنك الحقيقة حنيد ولا ثقتك بنفسك زائدة؟ أنا والحمد لله ثقتي بالله ما لها حدود. ونعم بالله، لكن يا أخوي الواجب أن الواحد يأخذ بالأسباب ولا لا؟ أنا أخذت وعقلت وتوكلت. أقول يا أبو سند شوري عليك تفقد حلالك، تفقد حلالك يا أخوي ورا ما تفقده، تفقده قبل لا يروح. اطمئن يا أخوي أبو جراح، الحلال مكان أمين. على كذا يا أبو مشعب ما راح نلاقي الفلوس، لازم نحمل لعب شوي، نحمل لعب. ابو جراح سم. ايش فيك اخوي؟ تكلم نفسك. والله ما ادري ايش اقول لك يا ابو سند،
هبوا مشعاب هبلبي ما خلى فيني عقل. يا ابو سند ابو سند قفل على الموضوع ابو جراح، الجماعه وصلوا. حياكم حياكم. خلاص خلاص يا ظالم، كلها كم يوم ونصف الثروه تصير بجيبي. وجيبي انا وياك واحد يا ظالم. غلط. ها انا ماني مطمئن لين اشوفه بعيني. ها انت عندك ذره شك بنجاح ابو شعاب يا ظالم؟ عندي بعير شك يا غضب، وقريل بعد. ظالم؟ ها ظالم؟ ها انت صاحي ولا مهبول يا ظالم؟ ها صاحي ونبيه. شلون صاحي ونبيه وقاعد تشك ببو بو 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 شعاب؟ غضب. نعم المده الايام تمشي وما في نتيجة. يا ظالم يا ظالم، ايش تقول لي ما في نتيجة يا ظالم؟ أكبر من النتيجة اللي قاعدين نشوفها ما في. وحنا وش شفنا؟ ظالم. ها؟ ظالم أنا أخوك شوي شوي. إيه. أكثر من الفعايل اللي سواها أبو مشعب، تبي تشوف؟ أنا ما أبي الفعايل، أنا أبي أشوف الثروة، الثروة هشوفها. يا ظالم يا ظالم يا ظالم اصبر وهد امورك. ابو مشعاب والسوات اللي سواها ما يسويها احد غيره يا ابو يا ابو يا ابو ايش؟ ابو 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 حديد. ابو حديد ابو العقارب. ابو الحديد ابو العقارب. بس غرد غرد وقل لي قل لي ابي ثروة ابو سند. ثروة ابو سند؟ ايه. ظالم ظالم كلها اسبوع ظالم كلها اسبوع وعدني فيها ابو مشعاب. قال لي غضب اصبر اسبوع واحد بس. اسبوع واحد وحيصير اسبوع حاسم. ظالم البيت اللي تشوفه البيت هذا كله ابقلبه للقصر. ابقلبه للقصر واخلي الدنيا كلها فلوس فلوس يا ظالم فلوس. انا غضب وانا ظالم. انا غضب عيوني صخر وانا ظالم اكل الصخر. انا غضب قلبي زي القشطه وانا ظالم وجهي قشطه. فالله سبحانه وتعالى يا اخواني يصف الرسول عليه الصلاه والسلام بالصفات الطيبه ويقول سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الرسول كان يا أخواني يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اجعلنا يا رب ممن أنعمت عليه من الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم واجمعنا في جنتك وفي مستقر رحمتك، واجعلنا ممن أنعمت عليهم بحوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم وارض عنا أجمعين وهدنا للخير فإنه لا يهدي إلى الخير إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. خلاص هانت هانت يا ظالم هانت. ظالم اسمع، الثروة الحين خلاص بدينا يا ظالم. خلاص انا عندي خطة يا ظالم.
وش؟ إذا أعطانا أبو مشعب الثروة إيه؟ ناخذها منه كلها ولا نعطيه النص حقه ولا نحاش ولا نترك الدين مرة. غضب، أخاف يطقنا أبو مشعب. أبو مشعب قوي، خاف يجيب سيف ويذبحنا. لا لا يا ظالم لا، أنا غضب، أنا غضب. اكسر اكسر صوتك. أنا غضب قلبي صخر وعيوني عمر زي القشط. ظالم، قل يا ظالم، قل يا ظالم، وش تبي تسوي بهالثروة اللي تبي تجينا يا ظالم؟ ثروة؟ صدق غضب؟ أبي أشتري خيل. طيب طيب. وببني بيت. ببني بيت. وبسرقه. أسرق بيتي. وقعد أبارزني. طل طل وش أبو بسرد؟ المساكين أبو سند راح. صار فقير. خلاص خلاص، ما في شيء اسمه أبو سند. طيب غضب، لو جاء أبو سند إذا صرنا تجار وجاي يسرقنا. بس نسرق. طلع السيف. ولا طلع السيف ولا شيء. ناخذ نودي لأهله نقول خذوا أبوكم، خذوا أبوكم. جس النبض يا ظالم. أبى أشوف. في لا كلهم في كلهم بلاك كلهم لا يطلع صوت. شوف غضب، خلني قاعد فيه لين يروحون. اقعد واحد يطلني يحاسب اني نايم. لازم العب معك يا ابو سند، لازم اشوف الخطه معك، ولازم تنجح وما تفشل. انا لازم هالحين انا يا ابو مشعاب انام في بيتك يا ابو سند. انا يا ابو مشعاب انام في بيتك واتحداك واكسر راسك يا مغرور. يا ابو مشعاب اللي قلبه صخر وعيونه حمر زي القشطه.
لازم ألقاه، أكيد بيجي. هذا إذا كان ما هو موجود في البيت. أنا لازم أفتش البيت كله، ما أخلي أي مكان لا أدور فيه. آه يا أبو مشعب لو تطيح بيدي ريح الناس من شرك. أنا متأكد أنه موجود، إحساسي يقول أنه موجود، بس وين؟ وين أبو سند؟ وين؟ ما أدري، هذه ثاني مرة تجي نفس الحالة. يا أم أحمد الولد حار وجسمه مولع، شوف إيش فيه. المرة اللي فاتت رحت عند أم سند، عطتني كمون وسقيته وصار كويس. طيب يلا روحي جيبي لي تموية وحطي عليه شوية كمون وأعطيه إياه خليه يسكت. سويت له الكمون وسقيته وما في فايدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تدري ما في اللي حلو واحد. اروح اجيب لك الان مويه مقري عليها وان شاء الله ان شاء الله ان الله يبعافينا ان شاء الله. يلا انا رايح. المرة ما خليت مكان في البيت ما فتشته. لو اني ادور عن ابره في كوم قش كان لقيتها. يمكن ما جاء. حرامي خواف اكيد ما جاء. الله ينكد عليك نومك يا ابو مشعب. الحمد لله ما تتخيلين ايش كثر انا فرحان فرحان بكثير يا ام احمد. صدق الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم انا فعلا احس انه اذا ارتفعت حرارة حرارتي انا ترتفع، احس انه اذا خف انا اخف. شوي شوي يا ابو احمد متى يكبر؟ ابغى يكبر، ابغى اذا وجع راسي يجيني يقول يبا وجعني راسي. ابغى يجيني يقول لي بابا اتزوج، ابغى يطلع لي شنب، ابغى اشوف شوف شوف اساس بدي ازين. لا تستعجل لا تستعجل، الايام جايه ان شاء الله. الله يبطينه ويستر، بس شوف يعني حتى اسنانه ما طلعت. الله يخليك الله يخليك.
شوفي انت، انت تخلين بالك من احمد زين وتاكلين وتشربين وتهتمين فيه عشان ابغاه يطلع ان شاء الله من بكره ويلبس اللبس حق الرجال اللي مضبوطين، شفتي؟ ويطلع معي ويبدا على طول يحفر كل يوم الدرس في المسجد. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، بس انت اعطيني يوم روح ارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تاخذينها الحين وتدخلين تنامين. ابو احمد انت لا تخاف علي، انا ابغى اظل جالسه عند احمد لين ينام. يا رب يا رب لك الحمد انك طولت بعمري لين اشوف ولدي بين يديني. شوفي ابشر اذا صحت قومي ان شاء الله، اقعد انا معي شوي وانت تنامين وبعدين انا انام وبعدين تقعدين ان شاء الله. اتفقنا؟ روح ارتاح. يلا علشان اقوم الحق صلاه الفجر ان شاء الله. تصبحين على خير. وانت من اهل الخير. مع السلامه. وش الفائدة من كل اللي قاعد تسويه ولا شيء؟ هذا أبو سند ما غير يحومي في الحوش ولا راح تفقد خزنته ولا شيء. أنا كل اللي سويته إقلاقه وإزعاج راحته هو وأهله. هالرجال ذا الظاهر إنه واثق من نفسه بالحين، أكيد واثق إنه حاط الخزنة في مكان أمين. بس شلون؟ شلون يا أبو مشعب؟ شلون توصل طريقة تخليه يروح زي المهبول على الخزنة يتفقدها؟ لازم تلقاها يا أبو مشعب، لازم. أنت أبو مشعب اللي قلبك صخر وعيونك حمر زي القشطة. كان الله في عونك يا ابو سند، وايش اللي جاك؟ الله يغرب لك يا ابو مشعب. يا رب يا رب اكفنا شر ابو مشعب بما تشاء يا رب.
ها يا ابو مشعب بشر صار القضية انحلت. اي قضية ابو مشعب؟ يا ظالم يا ظالم، هو عندنا قضية غير ابو سند وثروة ابو سند. يا ابو مشعب الله يرحم والديك قل لنا وش صار. خلاص انا لقيت الطريقة اللي نوصل فيها ثروة ابو سند. وشي 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 ابو مشعب الله يخليك وشي. متلهف متلهف يا لا تلومه لا تلومه. انا بقول لكم رؤوس اقلام وانتم استنتجوا خطة. يلا عطنا يا عطنا شوف شوف شو موضوعك. لو كان عندك درة غالية وثمينة وش أول شيء تسويه؟ أحفظها وأحافظ عليها. حلو، وين دسها؟ أدسها في مكان أمين. في بيتك صح؟ نعم. شب حريق في بيتك وش أول شيء تسويه؟ أول شيء أخذ الدرة. تركض على الدرة وأخذها صح؟ نعم. هذه الخطة من طقطق. السلام عليكم. والله أبو مشعب شرهك على اللي فهم، والله لا عرفت لا حريقه ولا عرفت وش درته. فهمه يا غضب، فهمه فهمه. يا بني ادم يا بني ادم، انت ما تفهم انت ولا وش فيك؟ ابغى افهم جيزي جيزكم بعد. اسمع، ها افترض ان عندك ذره 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 ذره. ايه؟ عندك ذره. ايه؟ وش تسوي؟ اوزيها. توزيها؟ ايه. وين توزيها فيه؟ اوزيها في مخباتي. لا لا لا، ما في شيء في مخباتي. في محل امن. في محل امن. ايه. تحطها في محل امن. ايه. طبوا عليك حرامية. انحاش. لا وانت طيب الدرة؟ بوزيها. بوزيها. ايه. جو الحرامية وشبوا في البيت، تبي تروح تاخذ الدرة. يعني ابو مشعب يقول يولعون في البيت؟ نعم. لا لا. ابو مشعب مو بصح. مو بصح. اسمع مشعب، تعترض علي يا ظالم؟ لا يا ابو مشعب. وش اللي مو صح؟ لو حرقنا البيت فاهم ولا لا؟ نفرض ان الثروة احترقت وش يصير؟ لو حرقنا البيت. اول مرة في عمرك تقول كلام صحيح. طيب طيب وش الحل؟ وش الحل يا ظالم؟ الحل نورنا. الحل ما نحرق البيت، نحط حريقة جنب البيت ونقعد نصايح نقول حريقة 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 نصايح. وابو سند يحسب في البيت حريقة، يروح يركض عشان يطلع ثروته وتشوفه انت. اكون انا لابد له فوق السطح وراقب. صح، انا اشهد لك دي زيك. لا لا لا، ما في وقت ما في وقت ما في وقت. اصبر عشان بنروح نسوي الخطة. ما في وقت. صلى على النبي. يلا لا تتاخرون وراي ان شاء الله. وش هذا يا ظالم؟ ها؟ تخطيطات. منين لك الافكار يا ظالم؟ ها؟ اسمع يا ظالم. ها؟ ما دام ابو مشعب راح انا عندي فكره. فكره؟ اي. ما دام انك جبت الفكره. ايه؟ ها؟ الفكره القويه ذي. ايه؟ نتخلص من ابو مشعب ونص الثروه لي ونص الثروه لك.